الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واصلي واسلم على محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين اتمين اكملين الى يوم الدين. اما بعد ايها الكرام، فحديثنا في هذه الدقائق حديث ذو شجون، وحديث القرآن عن حديثنا حديث طويل، بل ان موضوع حديثنا في هذه الدقائق هو محور عظيم من محاور القرآن الكريم، بل من محاور دعوة المرسلين عليهم السلام، وهو أثر الإيمان باليوم الآخر. فالأنبياء كلهم إنما جاءوا منذرين الناس ليوم القيامة، والله سبحانه وتعالى قد نعت هذا اليوم نعوتا كثيرة في كتابه، وسمى هذا اليوم بأسماء متعددة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فسمي يوم القيامة بالقارعة وبالصاخة وبالطامة وبيوم التغابن ويوم الآزفة، وأسماء كثيرة متعددة متنوعة، وكل اسم من هذه الأسماء له دلالة على ما يحصل في ذلك اليوم العظيم من أهوال. لك أن تقرأ كتاب الله عز وجل في أول سورة منه وهي الفاتحة، في قول الله جل وعلا مالك يوم الدين، فالله جل وعلا مالك لهذا اليوم ولغيره، وإنما خص الملك بيوم الدين لأن الأملاك في ذلك اليوم تضمحل وتتلاشى، كما قال سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا اليوم ذكره الله جل وعلا في الآيات الأول من سورة البقرة في قوله عز وجل عن عباده المتقين وبالآخرة هم يوقنون. فلاحظ معي قوله جل وعلا هم يوقنون، ضمير الشأن لعلو هذا الشأن وعظمه، ثم التأكيد بأن هؤلاء المتقين يوقنون ولم يقل يؤمنون، فاليقين درجة عالية رفيعة من درجات الإيمان، وهو أن يصل العبد إلى حد اليقين، واليقين درجات معلومة، علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين، وكتاب الله عز وجل هو حق اليقين كما قال جل وعلا عن كتابه الكريم وإنه لحق اليقين. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بيوم القيامة، أن يقسم بربه جل وعلا على وقوع يوم القيامة في مواضع ثلاثة من كتابه، فقال جل وعلا في موضع سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال في موضع سورة سبأ في قول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وله ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وفي قوله جل وعلا في موضع التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في كتاب الله عز وجل المؤكدة على وقوع يوم القيامة كثيرة معلومة، ليس المقام مقام سرد الآيات، وإنما المقام ذكر بعض الآثار المترتبة على الإيمان باليوم الآخر. قف معي مع قول الله عز وجل في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الضمير في إنها يعود على قيل على الصلاة وقيل يعود على الاستعانة، هو الصحيح واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي وإن الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة لكبيرة، أي لثقيلة إلا على من؟ إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن كان يوقن، لأن معنى يظنون أي يوقنون، فالذين يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم هم الذين يستعينون بالصبر والصلاة. فكلما قوي إيمان العبد بالله واليوم الآخر كلما كان أكثر لزوما للصبر والصلاة واستعانة بهما. ولهذا كان أفضل الخلق وأشرفهم وأجلهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، فجعلت قرة عيني بالصلاة. كذلك المؤمن كلما قوي إيمانه بالله جل وعلا إذا وقعت به المصائب وألمت به الملمات فزع إلى الصلاة، فما هو إلا أن يكبر تنزاح عنه الهموم، لأنه يعلم أنه يقابل الله جل وعلا ويناجيه سبحانه وتعالى. انتقل معي إلى موضع آخر يجلي لك أثرا من آثار الإيمان باليوم الآخر في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في أول النهار وآخره. من هؤلاء المسبحون؟ رجال. ما صفات هؤلاء الرجال؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يقل إنهم لا يبيعون، ولم يقل إنهم لا يتاجرون، بل هم أهل بيع وأهل تجارة، ولكن هذا البيع وتلك التجارة لا تلهيهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما الحامل لهم على هذا الأمر؟ ما الحامل لهم على إيتاء الزكاة؟ وما الحامل لهم على ذكر الله؟ وما الحامل لهم على إقام الصلاة في أوقاتها؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا أثر واضح جلي من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر، أن العبد يعد العدة للقاء الله جل وعلا. وتفاوت الناس في العمل والاستعداد للقاء الله جل وعلا على قدر تفاوتهم في الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في صحيفة 57 عندما تكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله جل وعلا، وذكر شيئا من الأخبار عن المرجئة ونحوهم ومن مشى في ركابه، قال: فإن قلت هل يعقل أن أحدا يوقن ويعلم علم يقين أنه ملاق ربه غدا ثم لا يستعد للقاء الله؟ قلت: لعمري هذا سوى سؤال وجيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: وسبب ذلك، أي سبب تخلف العلم، تخلف العمل عن العلم، يرجع إلى سببين رئيسين. تجد الناس اليوم متفاوتون، لا ينقصهم علم، عندهم هذا الجهاز يفتحه فيقف على كثير من المواقع المفيدة، مواقع مأمونة يقرأ فيها ما يشاء، يسمع الخطيب يخطب، يسمع المتحدث يتحدث، يعلم ويقرأ من الكتب. لكن الناس متفاوتون في العمل، تجد بعضهم يأتي إلى المسجد في أول الصلاة ويبكر المسجد، وآخر لا يأتيها إلا دبرا، وثالث لا يصلي إلا في بيته، ورابع لا يصلي بالكلية. لماذا هذا التفاوت بين الناس وقد علموا جميعا أنهم يوم القيامة مبعوثون وبين يدي الله موقوفون؟ يرجع إلى سببين رئيسين، إلى ضعف العلم وضعف اليقين. يرجع إلى ضعف العلم وضعف اليقين. ثم قال: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. نعم، ليس العلم بكثرة الهذر، وليس العلم بكثرة المسائل وذكر الخلاف، وإنما العلم خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر ما يحصل في قلب المؤمن من الخوف من الله سبحانه وتعالى والانتفاع بكتابه والتدبر لآياته. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة قاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في كل يوم جمعة، قال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يخاف الوعيد هو الذي ينتفع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فالذي إذا سمع الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها على حد قول الله جل وعلا عن المؤمنين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. مثانية تقشعر عند ذكر الوعيد وذكر النار والترهيب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عند ذكر الجنة ونعيمها وما وعد الله عز وجل به المؤمنين تلين الجلود والقلوب. لذلك على المؤمن أن يقف مع نفسه وقفة تأمل في قدر إيمانه بالله تعالى واليوم الآخر. ولك أن تقف معي في آيات الطلاق في سورة البقرة، وكذلك السورة المتعلقة بأحكام الطلاق، في ربط ربنا جل وعلا مسائل مهمة متعلقة بالطلاق بالإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما كان الحديث عن عضل النساء ومنعهن من الزواج، لأن الأمر يرجع إلى قلب هذا الولي وقلب الأزواج وقلب الزوج. وفي سورة الطلاق أيضا قال جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن مسائل الطلاق تبنى على أمور النيات، مرجعها إلى نية الزوج ونية الزوجة، إما إصلاحا وإما إفسادا. فعلق الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال الله جل وعلا في موضع آخر في سورة المؤمنون، حيث قال جل وعلا: إن الذين من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. أكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. قال: والذين يؤتون ما آتوا، أي من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة أي خائفة. لماذا؟ أكمل: أنهم إلى ربهم راجعون. لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون، ومن علم وأيقن أنه إلى ربه راجع يخشى ألا يقبل عمله، فقد يعتري عمله شيء من الرياء أو من المحبطات ما يفسده. لذلك أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك المعنيون بهذه الصفات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا هم أهل الإيمان. وفي المقابل قال الله جل وعلا عن المشركين: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لذلك لا يبالون بالوقوع في المعاصي والمحرمات والشرك بالله عز وجل، كما قال في مطلع سورة النمل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن الفرق بيننا أهل الإيمان وبين أهل الشرك والنفاق والإلحاد هو الإيمان بالله واليوم الآخر. فمتى كان الإيمان بالله واليوم الآخر راسخاً في قلب المؤمن، كلما أقبل على الله جل وعلا واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: كلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله والجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. المؤمن إذا عاين الموت يرى من المبشرات ما تساق إليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم حينما يحتضرون: ألا تخافوا مما يستقبلكم، ولا تحزنوا مما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تثبيت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. نزلا مقدم ممن
من غفور رحيم. هذا الذي يرجو الله واليوم الآخر لابد أن ينظر إلى هذه الأمور. أختم بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط فيها هذه الأمور بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره. روايات متعددة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعد كلامه، هل كلامي يقربني إلى الله جل وعلا فأتكلم أم يباعدني عن ربي جل وعلا فأحجم وأسكت؟ متى استوى الكلام وعدمه في المصلحة؟ فالسنة السكوت عنه. هكذا ينبغي للمؤمن أن ينتبه إلى هذه القضية. والحديث عن اليوم عن الإيمان بالله واليوم الآخر يطول، والآيات في ذلك كثيرة، وحسب المؤمن أن يقف مع هذه الآيات ويتأمل سياقها البديع وينظر في معانيها ويحرك بها قلبه، فإنه يجد في ذلك بلسما نافعا شافيا ومزيدا للغشاوة التي قد تعتري قلبه. نحن بحاجة ماسة إلى أن نقبل على كلام الله جل وعلا، وأن نصغي إليه، وأن نتدبر آياته، لأن بقدر إقبال المرء على كلام الله تعالى تلاوة وتدبرا وإنصاتا بقدر ما يحصل له من الانتفاع والتأثر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان به جل وعلا واليوم الآخر واليقين بذلك، وأن يكون ذلك سائقا لنا وحاديا لنا إلى العمل الصالح، وأن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجمعني وإياكم ووالدينا من نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند الله جل وعلا. أشكر لكم طيب الاستماع والإنصات، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.